السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناخد النهاردة ان شاء الله تطبيق مايكروسوفت فور. عاوز اتأكد ان انا كده داخل على الصفحة دي اللي هي بتاعت مايكروسوفت فورم. بصوا يا جماعة، انا ممكن اكبر لكم هنا، شايفين؟ ادي اهو مكتوب من فوق مايكروسوفت فورم، ماشي. عايز اتأكد تاني، ادي هنا باردي كاتب لي فورمز. انا كده داخل في تطبيق فورمز من شركة مايكروسوفت. عايزة اتأكد اكتر، ادي اليو ار ال، العنوان office.com، تمام. يبقى انا داخل على ايه؟ مايكروسوفت فورمز، تمام. كده اتأكد. طب نكمل. بعد ما دخلت بيقول لي انت عاوز اختبار جديد ولا في سهم صغير، شايفين السهم ده، نضغط على السهم، ولا عاوز نموذج جديد. لا، انا النهاردة عاوز اعمل استبيان. يعني ايه نموذج؟ يعني استبيان، تمام. انا عاوز اعمل استبيان. انا قبل كده عامل اختبارات كتير، تمام. لا، انا مش عاوز اعمل اختبار، انا عاوز اعمل استبيان. فاضغط على ايه؟ على السهم اللي جنب كلمة اختبار جديد. اضغط على السهم ده، هيديني اختيار عايز نموذج جديد. النموذج الجديد اللي هو الاستبيان، تمام. اضغط عليه، فتح لي كده. بيقول لي النموذج ده غير معنون، يعني ملهوش عنوان. انت هتحط له ايه عنوان؟ العنوان مثلا انا النهاردة هعمل ايه رأيكم ان احنا دلوقتي في التعلم عن بعد شغالين بندي الحصص عن بعد للطلبة. ايه رأيكم ان احنا بعد كل بعد الشرح، بعد نهاية كل حصة، نطلب من الطلبة ان يجاوبوا على الاستبيان اللي هيقدمه المدرس ليهم قبل مغادرة الحصة كتقييم ذاتي للمدرس. انت اعمله كتقييم ذاتي لنفسك، تمام. فهسميه مثلا استبيان لتقييم اداء. انا هسميه تقييم اداء بتاعي انا باسمي، تقييم اداء الاستاذة، اسمي طبعا نهلة عرابي. كمان بيقول لي ادخل وصف. ايه الوصف اللي انت عايز تقوله في الاستبيان ده، او اي جملة انت عاوز تكتبها؟ هقول مثلا ابنائي الطلاب قبل الخروج من الحصة يرجى الإجابة على هذا الاستبيان، تمام. أتأكد لو في أي غلطة، تمام. تمام، انا كده كتبت العنوان بتاع الاستبيان، وكتبت الوصف بتاعه او الجملة اللي انا عاوزة اوجهها للطلاب. هضغط اضافة جديد. هيديني ايه يا ترى نوعية السؤال اللي انت عايز تطرحه للطلبة؟ يا ترى عايز اختيار متعدد ولا نص ولا تقييم ولا تاريخ؟ ولا كمان في السهم هنا في حاجات تاني كتير، انواع اسئلة اضافية، تمام. لا والله، انا اول سؤال مثلا عاوز اعمله نص. هقول مثلا اكتب اسمك ثلاثي او رباعي. الاسم هقول له الاسم رباعي، تمام. هحدد هنا انا عايزه الاجابه طويله ولا مش عاوزاها طويله. لا، ده اسم رباعي عادي، يعني مش لازم طويله. طب هل السؤال ده مطلوب، يعني اجباري لازم يحله؟ يا ريت بصراحه عشان اعرف كل واحد ايه رايه بالظبط، تمام. لو لاحظنا هنا اهو، شايفين ده علشان استبيان مفهوش اضافه درجات، تمام يا جماعه. لكن الاختبار بنضيف له درجات، لكن هنا الاستبيان مفهوش درجات. نضغط اضافة جديد.
عاوز اقول ايه تاني مثلا، عاوز اعرف مثلا الفصل بتاعه، فهقول مثلا فصلك، فصلك ايه مثلا، اولى كام، تانية كام، تالتة كام، كل واحد يكتب لي فصله. تمام. وبرضه هخليه مطلوب، السؤال ده مطلوب ان هو الطالب يجاوب عليه. طب هضيف سؤال جديد، عاوز بقى انا عرفت اسمه وفصله، عاوز اعرف رأيه، هضيف سؤال تقييم. شايفين السؤال التقييم ده جه منين؟ نرجع تاني، لو عاوز احذف انا السؤال اللي اخترته، شايفين من فوق فيه ايه؟ علامة حذف، اضغط على علامة الحذف كده اتحذف السؤال اللي انا ضغطت عليه. افرض انا ضغطت بالغلط، ماشي. تعال نرجع نجيبها من تاني، عايز انا اضيف سؤال جديد اهو. الاختيارات اللي عندي اختيار متعدد ولا نص ولا تقييم، انا هختار سؤال تقييم. طيب بيقول لي اكتب السؤال اللي انت عايزه، هقول مثلا كيف كان العرض التقديمي. انا شرحت لهم الدرس بتاعي باستخدام باوربوينت مثلا، عرض تقديمي، وعاوز اعرف رأي كل واحد في الباوربوينت اللي انا عملته. تمام. كيف كان العرض التقديمي، وادي النجوم اهي، كل واحد هيقول لي لا انت تاخدي نجمه، نجمتين، ثلاث نجمات، اربع نجمات، ماشي. وعاوز ايه هنا، اهو احدد المستويات، يعني عاوز اخليهم نجمتين، ثلاثة، اربعة، خمس نجوم، براحتك. انا عاوزاهم خمس نجوم، خلاص خليه. طب عاوز الرمز على هيئة نجمة ولا ارقام؟ شايفين لو عملناها رقم اهو، لا والله انا عاوزاها نجمة ترجع زي ما كانت، يبقى هتختار النجمة. وبرضه هخلي السؤال ده مطلوب. تمام. طب عاوز اضيف سؤال تاني، اضغط اضافة جديد. دايما نفتكر ان لما احب اضيف سؤال جديد هضغط اضافة جديد. طيب السؤال اللي انت عاوزه، يا ترى برضه اختيار متعدد ولا نص ولا تقييم ولا تاريخ، ولا هضغط من السهم انواع اسئلة اضافية؟ المرة دي هختار انواع اسئلة اضافية، هختار مثلا سؤال الليكارت. وهنشوف ايه سؤال الليكارت ده. شايفين سؤال الليكارت ده بيقول لي هنا اكتب السؤال اللي انت عاوز تطرحه على الطلبة. هقول له مثلا كيف يمكنك، كيف يمكنك تصنيف، نتأكد بس من الحروف بتاعتنا، كيف يمكنك تصنيف، تصنيف ايه يا ترى؟ تصنيف كل فئة من فئات العرض التقديمي، تصنيف كل فئة من فئات العرض التقديمي. تمام. ده رأس السؤال بتاعي. طيب ايه هما الفئات؟ هكتبهم هنا اهو. تعالوا بصوا نكتب في الجملة الاولى مثلا تصميم الشرائح، ايه رأيك في تصميم الشرائح اللي انا صممتها؟ ممكن طالب مبدع يديني تصميم جديد، استفاد انا كمان من ارائهم. تمام. ايه تاني عاوز اضيفه في فئات تاني اضيفها؟ مهارة المتحدث، مهارتي انا وانا بشرح لهم، هل استفاد من المهارة دي ولا ما استفادش، فهم الدرس ولا ما فهمش. تمام. علشان احسن من نفسي كمعلم، مهارة المتحدث. ايه تاني اضيف؟ لو عاوز اضيف فئة جديدة اضغط على اضافة جملة. تمام. ايه الجملة اللي عاوز اضيفها؟ مثلا المحتوى، ايه رأيك في المحتوى اللي انا شرحته لكم النهاردة، ولا انت عندك افكار جديدة ممكن تضيفها؟ تمام. عايز اضيف فئة تاني او جملة تاني اضغط اضافة جملة. اقول مثلا التفاعل مع الجمهور، التفاعل
التفاعل مع الطلاب، بلاش الجمهور، مع الطلاب. يعني انا كنت متفاعلة معاكم وانا بشرح ولا لا؟ استفدتوا مني ولا ما استفدتوش مني كلكم؟ ولا كنت مركزة مع اتنين وسايبة الباقي؟ تمام. طب ماشي، ادي كده اهو، هنا اهو هكتب في الخيارات مثلا اغير فيها، اكتبها مثلا واحد، تديني كام بقى؟ تديني واحد، تديني اتنين، تديني تلاتة، تديني مثلا اربعة، ماشي، تديني خمسة، خلاص. وهخلي برضه السؤال ده مطلوب، تمام. ايه تاني ممكن اضيف اسئلة تاني بتاعي في الاستبيان اللي بوجهه للطلبة؟ تعال نضيف سؤال جديد، وهنختار مثلا نص، ننزل كده بالبكرة لتحت شوية عشان السؤال يبان، تمام. السؤال اللي عاوزه هقول له مثلا اكتب ملاحظاتك، اكتب ملاحظاتك. يعني ايه اكتب ملاحظاتك؟ إيه يعني انت لو عاوز تضيف حاجة جديدة، تضيف لي مثلا لينك الفيديو عجبك، تضيف لي مثلا ضيفي مثلا حاجات، فيديوهات وصور جديدة مثلا للعرض التقديمي بتاعك، يا مس هنستفاد اكتر، هيبقى احلى. لا غيري في التنسيق، غيري في الخط، في اللون، تمام. الحاجات دي انا بستفاد منها، والطلبة بتوعنا مبدعين، فانا استفاد من الطالب المبدع، تمام. هقول له اكتب ملاحظاتك هنا، وهخلي الاجابة دي طويلة لو عاوز هو بقى ايه يكتب لي ملاحظات كتير، تمام. خليها اجابة طويلة. طب تمام، خلصت انا كده بعد ما اخترت نوعية الاسئلة اللي انا عاوزاها، هختار ما ايه النسق. انا عاوز اخلي الخلفية بتاعتي مثلا ايه، اختار خلفية معينة، اي خلفية انت شايفها مناسبة هختار مثلا الخلفية دي، تمام. طب بعد ما اخترت يا مس، تعال نعمل معاينة ونشوفه. اهو ادي شكل المعاينة دي. المعاينة دي هتظهر لو الطالب فتح على جهاز كمبيوتر، تمام، لكن لو فتح على جهاز موبايل او جوال هتظهر بالمنظر ده، تمام. تعال نرجع نشوفها تاني على الكمبيوتر. استبيان لتقييم اداء الاستاذة نهلة عرابي، ابناء الطلاب قبل الخروج من الحصة يرجى الاجابة على هذا الاستبيان. وادي الاسئلة بتاعتي اللي موجهاها للطلبة، ببص عليها واشوفها لو عاوز اعدل فيها. بعد اخر سؤال دايما بيبقى ايه مكتوب ارسال، الطالب يضغط على الارسال بتوصل لي الاستجابة بتاعته، تمام. انا كده عملت معاينة وشفت المعاينة بتاعتي. المعاينة فادتها اني لو في اخطاء هعدل، يعني انا مثلا في المعاينة لقيت ان هنا لازم اعمل مسافة، تمام، اختار المكان اللي لازم اعمل فيه مسافة واضغط مسافة، تمام. طيب بعد ما خلصت المعاينة اروح اعمل مشاركة. شايفين كلمة مشاركة بيديني اختيارات، هل الاستبيان ده انت عاوز تبعته لمين؟ للاشخاص اللي في مؤسستك فقط؟ لا 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 لا، لو انت عاوز تبعتهم للطلبة اللي عندك بس ماشي، لو والله انت عاوز تبعته لاي حد تاني، يمكن لاي شخص الرد، ولا الاشخاص اللي في مؤسستي فقط، ولا بامكان اشخاص معينين في المؤسسة، مش كل كمان اللي في المؤسسة، باشخاص معينين انا هختار اسمهم. انا مثلا هختار يمكن لأي شخص الرد، تمام، لأن ممكن الطلبة اللي عندي ما يكونوش داخلين من الحساب المؤسسي، ممكن داخلين بحساب تاني من بره ايه الحساب المؤسسي، خلاص. كل واحد على حسب ظروف الطلبة بتوعه، خلاص. اخترت انا كده يمكن لأي شخص، فاداني هنا اهو، شايفين اداني اهو اللينك اللي هبعته. انا ممكن اضغط نسخ
واخده على طول. طب انا حاسه اللينك ده طويل، شايفين هنا بيقول لي تقصير عنوان اليو ار ال اللي هو اللينك، اقصره اهو، اضغط عليه هنا علامه صح، شايفين اداني ايه اللينك قصره وبقي قصير. اضغط هنا بعد ما قصرت العنوان اضغط نسخ واخده احطه في المكان اللي انا عاوزه. خلاص يا جماعه عرفت، عاوز احطه في واتس احطه، عاوز احطه في فورمز احطه، لا سوري عايز احطه في التيمز احطه، تمام زي ما انت عاوز تحطه في المكان اللي انت عاوزه تبعته ليه، عاوز تحطه في التيمز في الزوم في المكان اللي انت بتشرح فيه ابعته للطلبة. خلاص شكرا ليكم وعلى حسن استماعكم ويا رب تكونوا استفدتم.